أفضل 5 جامعات خاصة لدراسة الهندسة الطبية الحيوية أو البيوميديكال إنجينيرينج في تركيا. خلوكم معنا لتعرفوا كل التفاصيل. مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وسلامة. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد متابعين بسلسلة أفضل 5 جامعات خاصة بتركيا. رح نحكي اليوم عن جامعة مختلفة بتدرس تخصص الهندسة الطبية الحيوية، ولكن قبل هيك بتمنى منكم تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر لايك، لأنه نحن كل ما أنتم عم تضغطوا زر لايك كل ما عم ننتشر أكثر، كل ما عم يستفاد طلاب أكثر من قناة مركز الخوارزمي الأكاديمي اللي تعتبر القناة التعليمية الأولى في تركيا. عم ننشر فيها مقاطع ومعلومات بتفيد كل الطلبة العرب اللي بدهم يدرسوا بتركيا، سواء جامعات خاصة أو حكومية أو جايين ليدرسوا سنة تحضيرية أو يكملوا بالماجستير أو الدكتوراه. اليوم رح نحكي عن تخصص الهندسة الطبية الحيوية وأفضل 5 جامعات يدرس فيهم هاد التخصص. قبل هيك حابب أحكي نبذة صغيرة عن هاد التخصص اللي يعتبر تخصص يدمج بين الهندسة الميكانيكية والطب البشري. التخصص بتركيا يدرس خلال 4 سنوات، في جامعات بتدرسه باللغة الإنجليزية وفي جامعات بتدرسه باللغة التركية، رح نحكي عنهم أيضا أكيد. طبعا هذا التخصص لازم الطالب اللي بده يفوته يكون عنده حب للهندسة وبنفس الوقت رغبة بالأمور الطبية بشكل عام. الأجهزة الطبية، هو مسؤول بشكل عام عن اختراع أو صيانة الأجهزة الطبية. كتير منلاحظ حاليا لما منفوت على المشفى الطبيب هو أوكي مستلم كل شيء، هو اللي لازم يكون تحت إيديه كل شيء، ولكن الطبيب بدون جهاز تصوير الأشعة ممكن ما يقدر يعمل شيء. الطبيب بدون جهاز مثلا الضغط ما رح يقدر يعمل شيء. نفس الشيء طبيب الأسنان بدون الجهاز أو الكرسي اللي موجود عنده أيضا ما رح يقدر يعمل شيء. مو بس هيك، هو مسؤول أيضا عن الأجهزة اللي بتصنع الأطراف الصناعية، الأطراف الصناعي الكهربائي أو الإلكتروني نفسه. لهالسبب هالتخصص بيدمج الطرفين. النصيحة الأولى والأخيرة للطلاب اللي تدخله أنه يكون حابب الهندسة وبنفس الوقت بيحب الطب، رح يقدر يبدع فيه. طبعا التخصص له رواج كتير كبير بالغرب وبوطننا العربي وبالشرق الأوسط بشكل عام، بدأ ينتشر يوم بعد يوم أيضا بشكل كبير ويكون له فرص عمل عديدة جدا. بالانتقال لنحكي عن أفضل 5 جامعات بدرسوا تخصص الهندسة الطبية الحيوية بتركيا. رح أسهل لكم أيضا الأسعار لكل جامعة، ولكن حابب نبه أنه الأسعار هي خاصة بالموسم الحالي، ممكن الموسم القادم تضل نفس الأسعار، ممكن تزيد شوي ممكن ترخص شوي، إضافة لأنه أحيانا بيكون في عنا تخفيضات على الأسعار المذكورة. الأسعار المذكورة أساسا هي أسعار خاصة بمركز الخوارزمي الأكاديمي، وأحيانا بيكون فيها تخفيض أكثر وأكثر. كله عليكم وقت أنه تتواصلوا عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة لتقدروا تعرفوا الأسعار بشكل تفصيلي بالوقت اللي أنتوا بتكون تسجلوا فيه. بالحديث عن الجامعة الأولى، طبعا أنا مالي مصنف الجامعات من الأفضل للأسوأ، هن أفضل 5 جامعات بدرسوا هذا التخصص رح أذكرهم. الجامعة الأولى اللي موجودة معنا اليوم هي جامعة باشاك شهير، أو عفوا باهتشي شهير، واللي هي جامعة تعتبر من أفضل الجامعات الخاصة الموجودة في اسطنبول. تاريخها عريق جدا، جامعة ممتازة على كافة الأصعدة، جامعة راقية جدا مشرفة على البحر مباشرة، وأيضا الحرم الجامعي فيها جدا مميز. دراسة تخصص الهندسة الطبية الحيوية بهاي الجامعة جامعة باهتشي شهير ب 7900 دولار باللغة الإنجليزية. يمكن السلبية الوحيدة أنه الجامعة هي شوي غالية تعتبر بالنسبة لسعر. بالانتقال للحديث عن الجامعة الثانية اللي تعتبر واحدة من أفضل 5 جامعات بتدرس تخصص الهندسة الطبية في تركيا، اللي هي جامعة يني يوزيل. جامعة عريقة أيضا إلى تاريخ قديم، موجودة أيضا في إلى الحرم الجامعي متوزع بكل اسطنبول. جامعة معترف فيها بأغلب دول الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول العربية ومشاركة بنظام الإيراسموس. بتدرس تخصص الهندسة الطبية الحيوية. حاليا خلينا ننتقل لنحكي عن جامعة الثالثة واللي هي جامعة الميدبول. كلنا بنعرف انه جامعة الميدبول اللي موجود الحرم الجامعي فيها بالقسم الآسيوي قريب جدا من القسم الأوروبي، هي واحدة من أفضل الجامعات اللي بتدرس التخصصات الطبية. فما بالك لما الموضوع يندمج مع
تخصص طبي وبنفس الوقت تخصص هندسي. الجامعة بصراحة تعتبر واحدة من أفضل الجامعات اللي بتدرس هذا التخصص اللي هو تخصص الهندسة الطبية الحيوية، وهي جامعة محببة أيضا لأغلب الطلبة، إضافة لفكرة أنه سعره جدا مميز ويدرس باللغة الإنجليزية. أغلب طلابنا العرب بيفضلوا أنه يدرسوا باللغة الإنجليزية، وسعره مميز جدا اللي هو $4,500 سنويا. مثل ما نبهت ببداية الفيديو، الأسعار ممكن تختلف ولكن هي أسعار السنة الحالية. الجامعة الرابعة اللي معنا لليوم اللي هي جامعة إشك، الموجودة في منطقة شيلا السياحية. منطقة شيلا أو حرم الجامع لجامعة إشك يعتبر شوي بعيد عن اسطنبول المدينة. هذا الشيء بيعطيكم ميزة اللي هي البعد عن صخب مدينة اسطنبول والتركيز على دراستكم. وبنفس الوقت منطقة شيلا تعتبر منطقة سياحية وقريبة من البحر جدا. دراسة الهندسة الطبية الحيوية بجامعة إشك أيضا سعرها عم يكون $4,000 سنويا، وباللغة الإنجليزية ما هو متاح الدراسة باللغة التركية بهالجامعة. الجامعة الخامسة اللي معنا لليوم اللي بتدرس الهندسة الطبية الحيوية واللي تعتبر واحدة من أفضل 5 جامعات بتدرس هذا التخصص اللي هي جامعة البيروني. جامعة البيروني متخصصة أساسا بالتخصصات الطبية، يعني هي واحدة من أفضل الجامعات بموضوع التخصصات الطبية. عم تدرس تخصص الهندسة الطبية الحيوية ب$3,000 وباللغة الإنجليزية. في حال كان عندكم الرغبة بأنه تسجلوا بأحد الجامعات الخمسة اللي ذكرت لكم إياها، كل اللي عليكم أن تتواصلوا معي عن طريق الرقم الظاهر على الشاشة. الأسعار برجع بكرر للمرة الثالثة أنه هي أسعار الموسم الحالي، ممكن تضل نفس الموسم القادم، ممكن تكون أقل ببعض الجامعات، ممكن تزيد، إضافة أنه أحيانا بنوجد عنا بعض المنح ببعض الجامعات. لهيك إضافة أنه أساسا الأسعار اللي ذكرتها هي أسعار مخفضة من مركز الخوارزمية الأكاديمي. مركزنا أيضا بيقدم كورسات اليوس، السات، التوما والعديد العديد من من الخدمات الطلابية الأخرى، من سكن واستخراج إقامة وخط هاتف، حساب بنكي وتسجيل على الجامعات الحكومية أيضا. متمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. إذا في عندكم أي تخصص أيضا في بالكم حابين أذكر لكم أفضل 5 جامعات خاصة بيدرسوا هالتخصص في تركيا، تركوا لي إياه بالتعليقات أيضا. يا أهلا وسهلا فيكم، سلام.